السلام عليكم طلبة المرحلة الثالثة في قسم هندسة التعدين. في هذا الفيديو سيتم شرح المحاضرة السابعة، وهي الجزء الأول من فصل Liquefied Gas Handling. طبعا نقل الغازات المسيلة يجب أن يمر على بروسيجر معين، ويجب معرفة هذا البروسيجر. وأول شيء يجب معرفته هو ما هي الغازات المسيلة قبل عملية نقلها، وقبل أن نتعرف على الوسائل اللي تنقل هذه المواد يجب معرفة What is the liquefied gases. The liquefied gases, it's a liquid form of a substance which at ambient temperature and atmospheric pressure would be a gas. يعني هي عبارة عن مواد تحت ضغط ودرجة الحرارة الطبيعية أو الستاندرد كونديشن راح تتحول إلى غاز. يعني هي بالأصل هي سوائل، ولكن تحت ضغط ودرجة حرارة الجو الطبيعية راح تتحول مباشرة إلى غاز. هذه هي بصورة مبسطة ما هي الليكويفايد غازز. مثل ما ذكرت بالبايبينج في فصل الأنابيب والبايبينج ترانسبورتيشن، هناك كودز يقسم للبايبينج، والذي يعرف النوع المواد المستخدمة في هذه الأنابيب والتطبيقات المستخدمة، وأي الأنابيب تستخدم في أي تطبيقات معينة حسب المواد وحسب درجات الحرارة والضغط وإلى آخره. في الليكويفايد غازز أيضا هناك ثلاث كودات. الكود الأول اللي هو الغاز كاريرز بيلت after June 1986، the IGS اللي هو ال International Code for the Construction and Equipment for Ships Carrying Liquid or Liquefied Gases in Bulk. يعني هذا الكود هو ال International Gas Carrier Code. فهذا هو طبعا تأسس أو بني هذا الكود أو كتب هذا الكود بعد 1986 شهر السادس. الكود الثاني، طبعا الكود الأول هو يضم شرح لكل ما تحتويه عملية النقل من بناء التانكيات، وكيف يتم بناء السفن والمعدات الموجودة على السفينة، وما هي النصائح المطلوبة لبناء السفينة حسب الأبعاد وحسب الماتريال وإلى آخره. بالنسبة للكود الثاني اللي هو الغاز كارير كود، اللي هو ما بين 1976 و 1986، هذا الكود أيضا it's implemented under national law، يعني اعتمد بشكل أقل من الكود الأول. أوكي. والكود الثالث اللي هو existing ship code اللي هو قبل 1977، اللي هو يشبه الكود الثاني اللي هو الغاز كارير، مع تحديد لبعض الفقرات، تحديد لبعض الفقرات التي كتبت. فهذا النوع الثالث يعتبر أقل نوع اعتمد في بناء السفن ومعدات السفن ومعدات نقل الغازات المسيلة. فهذه هي الأنواع الثلاثة. طبعا أهم ما في هذه الأنواع أنه هي مقسمة إلى السنوات، وبعد ذلك العمل، أنه كيفية عمل الانترناشنال غاز كارير، ما هو عمل الانترناشنال غاز كارير. الفقرة الأخرى اللي يجب معرفتها اللي هو الغازات المسيلة. احنا ذكرنا شنو هي الغازات المسيلة أو تعريف الغازات المسيلة، بس لازم نعرف انه هي عبارة عن نوعين اللي هو الـ LPG والـ LNG، الـ Liquefied Petroleum Gas والـ Liquefied Natural Gas. في هذا السلايد سيتم شرح الفروقات بسيطة وفروقات ظاهرة مميزة في ما بين الـ LPG والـ LNG. بالنسبة للـ LPG مثال على الـ LPG اللي هو Liquefied Petroleum Gas، مثل البروبان والبيوتان.
الـLNG الميثان، غاز الميثان. بالنسبة للصيغة الكيميائية اللي تكتب للـLPG اللي هو C3H8، للـLNG اللي هو CH4 اللي هو الميثان. higher energy content بالنسبة للـLPG اللي هو تحتوي على أو الطاقة المحتوات داخلها داخل جزيئاتها اللي هي 93 ميجا جول على المتر المكعب، بينما بالـLNG اللي هي which is less than the LPG 38.7 ميجا جول per cubical meter. proper combustion air gas ratio which is equal to 25 to 1. هذه هي نسبة الاحتراق أو يحترق بنسبة جيدة عند عند ما تكون الراتيو هذه 25 إلى 1، بينما الـLNG عند ما تكون النسبة 10 إلى 1. بالنسبة للدينسيتي، الـLPG هو أثقل من الـLNG بمقدار تقريبا 3 أضعاف اللي هو 1.5 بالنسبة للـLPG، والـLNG اللي هو 0.55. ولهذا السبب أنه الـLPG هو يستقر which is settled down or which is settled under the or at the bottom of the tank. بالنسبة للـLNG اللي هو يرتفع دائما. ليش؟ لأنه density أقل تقريبا بـ3 أضعاف عن الـLPG. compressed into liquid at low pressure، يعني الـLPG يتحول إلى غاز الـLPG يتحول إلى سائل عندما يكون الضغط جدا قليل، بعكس الـLNG يتحول إلى سائل بالضغط الجوي الطبيعي أو بأقل من الضغط الجوي الطبيعي بشيء قليل. بعض العوامل التصميمية التي يجب أن تدرس وتأخذ بعين الاعتبار عندما نشوف أنه سفينة نقل للليكويفايد غازز، اللي هي types of cargo to be carried، ما هي الحمولة التي يجب نقلها، اللي هي LPG، اللي هي LNG، أو شنو النوع الspecific اللي يجب نقله. condition of carriage fully pressurized semi pressurized and fully refrigerated، يعني حالة النقل كيف لازم تكون تبعا لهذا النوع، هل هي يجب أن تنقل ب fully pressurized تحت ضغط جدا عالي حتى لا تتحول إلى غاز، و semi pressurized or fully refrigerated إما مبردة بالكامل. فهذه أيضا نقطة راح نجي نتعرف عليها بشكل تفصيلي. type of trade and cargo handling flexibility required by the ship، أيضا cargo flexibility of handling، يعني ما هي المرونة الموجودة في عملية النقل لهذا liquefied gas، أو ما هي السفينة التي توفر المرونة المعينة في نقل هذا النوع LPG أو LNG. terminal facilities available when loading or discharging this ship، يعني هل هناك السفينة التي تنقل هذه الغازات المسيلة، هل هناك تزويد لمعدات تحميل وتفريغ هذه المواد أم غير مزودة. فهذه كلها تنطي flexibility في عملية النقل ويجب أخذها بعين الاعتبار. النوع الكارغو كونتينمنت سيستم اللي هو نوع من التانكيات موجود في السفن، وكما موضح في الصورة اللي موجودة أمامكم، هذا هو الشكل السايد فيو أو كروس سكشنال فيو. يحتوي من مميزات هذا النوع أنه يحتوي على primary barrier لكارغو تانك، يعني primary barrier هناك حاجز يسمى الحاجز الأول من الداخل، يسمى primary barrier اللي هو أو يسمى inner skin.
بعد ذلك راح يجي الانسوليشن، بعد ذلك راح يجي السكندري بارير. اذا هذا النوع يحتوي على حواجز اثنين. الحواجز اللي اقصدها انه التانكي مغلف ليس بقطعة واحدة، وانما مغلف بقطعتين. هذه القطعتين للحماية. ليش؟ لانه هذا النوع من التانك يستخدم لنقل الليكويفايد غازز تحت ضغط جدا عالي، وبذلك لازم تكون عندي صفائح البليت قادر على تحمل هذا الضغط. Associated thermal insulation، يجب أن يكون هناك عازل حراري. ليش؟ لأنه تحت ضغط جدا عالي، وحتى أمنع انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل، لأن الحرارة تسبب لي إلى زيادة التبخير، والتبخير يؤدي إلى تحويل السائل الموجود داخل التانك إلى غاز، وبذلك راح يزيد حجمه، ومن يزيد حجمه راح يسبب لي إلى مشاكل، وقد تكون تصل إلى عملية انفجار هذا التانك. وعندي السبيس الموجودة، هذه السبيس هي للحماية أيضا، وتكون طبقة عازلة أيضا. adjacent structure if necessary for the support of these elements. يعني هذا التانك إذا تشوف أمامك اللون باللون الأزرق تحت التانك مباشرة، هناك فد أشكال أو باللون الأزرق، هذه الأشكال هي عبارة عن دعامات لهذا التانك، supports. هذه تكون مبنية مع structure، هذه إنه يعني تحمل التانك نفسه. الكارغو كونتينمنت تايبس، يعني هسه نجي احنا اخذناه بشكل عام in general بالسلايد اللي قبله، هسه حاليا نجي على انواع الدقيقة او تفصيليا. الكارغو كونتينمنت سيستم او نظام النقل العام يحتوي على 5 اصناف من التانكيات، يعني السفن نفسها اللي تنقل الليكويفايد غازز تحتوي على 5 انواع من التانكيات. كل تانك له تطبيق معين استخدامه، ونوعية معينة من الليكويفايد غازز يجب أن تنقل في هذا التانك حسب الضغط ودرجة الحرارة وإلى آخره. النوع الأول اللي هو الاندبندنت تانكس، نبدأ من اليمين، اللي يتكون بطبيعة الحال إلى أو يتقسم إلى 3 أنواع، اللي هي الأي بي والسي. طبعا قسمت A B C على شكل التانك، انه يعني يشبه حرف A او B او C وهكذا. النوع الاول اللي هو الميمبران تانكس، يتكون ايضا من تصنيفين اللي هو Gas Transport Membrane والتكني Gas Membrane System. يعني عندي خلينا نقول انه هو نوعين. النوع الاخر اللي هو Semi Membrane Tank، اللي يحتوي على غشاء شبه يعني او طبقة شبه عازلة. نوع الثالث اللي هو الانتجرال تانكس، اللي هو يكون مدمج. نوع الخامس والأخير اللي هو يكون انترنال انسوليشن تانكس، اللي يحتوي على عازل من الداخل. نبدي بالنوع الأول الكارغو تانك تايبس، اللي هو اندبندنت تانكس، اللي هو الاي بي سي. هذه الأنواع أو هذا النوع بكافة أنواعه اللي هو ABC يتميز بالتالي، اللي هو self-supporting، يعني supportات هي not a part of a ship structure، هي ليست من الship structure، وإنما هي موجودة يعني مثبتة على التانك، يعني هو self-supporting، هو التانك اللي هو يسند نفسه. don't contribute to the full strength of a ship، يعني to the whole strength of the ship، يعني هي ما راح تأخذ الحيز كامل من السفينة، فقط تأخذ حيز التانك اللي موجود بيها. depends on this design pressure، يعني تعتمد على الضغط التصميمي للمادة المنقولة. نجي هسه إلى تفصيليا النوع A. من مميزات النوع A اللي هو constructed of flat surfaces prismatic tank، يعني شكل هذا التانك
بالعادة يكون ذات سطح مسطح أفقي وبشكل شبه متوازي أضلاع. وأيضا الماكسيموم الايبل ديزاين بريشر اللي هي 0.7 بار، يعني الضغط الأقصى اللي يتحمله المادة المنقولة اللي هي 0.7 بار. الكارغوز كاريرز in a fully refrigerated condition، يعني بما أنه الضغط قليل فلازم عندي يكون عملية تبريد كاملة للمادة الموضوعة في داخل هذا التانك لغرض ثبات الضغط. self-supporting يكون هو يعني support مثل ما ذكرنا أنه ليس من ضمن جزء السفينة وإنما هو يسند نفسه التانكي، يعني من نوضع داخل السفينة هو اللي يسند نفسه. hull space is filling with perlite insulation، يعني السبيس الموجودة المحيطة بالتانك هذه راح تدعم بعازل من نوع البيرلايت. need secondary barrier because its material not crack propagation، يعني يحتاج إلى عازل أو طبقة أخرى. يعني إحنا هسه من نجيب التانك نجيبه نصممه ب خلينا نقول إنه هو كفر واحد أو قشر واحد أو بليت واحد. طبعا هذا ما يكفي، ليش؟ لأنه المادة المنقولة تحت ضغط قليل وفولي ريفريجيريتد، لذلك أحتاج إلى حماية حتى أتجنب الكراك عندي أو الفشل في البليتة هذه. أحتاج إلى بليتة أخرى تحيط بهذه البليتة حتى إذا لا سمح الله صار عندي فد ليك معين، فهي هذه الحاجز الثاني اللي راح يحمي لي المادة من أنه تتسرب. secondary barrier prevent leakage for 15 days and to carry cargoes below minus 10 degrees Celsius. يعني السكندري بارير هذا الحاجز الثاني اللي تكلمنا عنه انه هو راح يحمي لي المادة من التسرب لمدة 15 يوم، بعد ذلك راح تكون العملية او التأثير جدا كبير على السكندري بارير واحتمال يكون عندي فشل بهذه الطبقة. وأيضا تحملها تحت ضغط ناقص 10 أو تحت درجة الحرارة ناقص 10. hold space must fill with inert gas to prevent flammable، يعني أنا ذكرت أنه هناك space ما بين الطبقة الأولى وما بين الطبقة الثانية، يعني فراغ. هذا الفراغ يجب أن يملأ بغاز خامل. ليش غاز خامل؟ لأنه إذا في حالة أنه صار عندي فد ليك معين أو فد شرارة معينة أو تأثير معين حتى لا يصير عندي انفجار، حتى نمنع عندي الانفجار فأخلي فد غاز خامل وليس هواء عادي. هذا هو شكل الـ Independent Type A. مثل ما تلاحظون أنه هو Self-Supported، وأيضا عندي الشكل يشبه حرف A ويحتوي على الـ primary barrier plate وأحيانا اللي هو secondary barrier plate وانسوليشن on outside of tank. طبعا يجب أن يكون عازل في خارج هذا التانك. hold secondary barrier. type B من الـ independent tanks أيضا يكون flat، إما يكون flat or spherical. بالنوع A يكون عندي flat فقط، من نوع B يكون عندي إما flat أو spherical. طبعا نصيحة لدراسة هذه المحاضرة أو هذا الفصل، طبعا راح نجي ناخذ أنواع عديدة. هذه الأنواع العديدة لسهولة الدراسة يعني من الأفضل أنه تقسم إلى جدول وتعمل أنه أنت مقارنات فيما بينها. يعني مثلا type A B C، شنو اللي موجود بالتايب، المقارنات والبارامترات اللي راح أقارن بها. مثلا السيرفس، shape of surface، هل هو flat، هل هو spherical. النوع A هو flat، B اللي هو flat or spherical، وهكذا تكون عملية المقارنة. نرجع على type B مثل ما ذكرنا اللي هو flat or spherical surfaces.
depends on detailed stress analysis whilst designing fatigue life and crack propagation analysis. يعني يكون عندي يعتمد بالدرجة الأساس على حسابات التحليلية للإجهادات، وهذه يجب حسابها مثل الفاتيج لايف والكراك بروباجيشن اناليسيس. كل هذه لازم تأخذ بعين الاعتبار قبل أو عند التصميم هذا نوع من التانكيات. The spherical tank required partial secondary barrier drip tray. يعني النوع السفيريكال، النوع الكروي، يحتاج إلى secondary barrier، يعني مو فقط أنه هو بليتة أو قطعة واحدة أو طبقة واحدة فقط، وإنما يحتاج إلى طبقة أخرى. Hold the space filled with dry inert gas. يعني السبيس الموجودة عندي أيضا راح تملأ بغاز خام الجاف. Steel dome covers the primary barrier above deck level. يعني هذا النوع البي اللي هو قمة التانك أو الكفر مال التانك يجب أن يغطى بمادة الستيل، وتكون يعني فوق مستوى سطح السفينة. يعني التانك يكون عندي ظاهر، القمة مالته تكون ظاهرة فوق مستوى سطح السفينة. Insulation on the outside of the tank. يعني لازم يكون عندي فد عازل خارجي يحيط بالتانك. Spherical tank exclusively applied to LNG ships seldom to LPG trade. يعني يستخدم غالبا في عند نقل ال LNG ونادرا عند ال LPG. Prismatic shape has benefit of maximizing ship hull volumetric efficiency. يعني الشكل هذا اللي هو البريسماتيك يعطيني أكبر مساحة حتى أستغلها بعملية التحميل أو استفادة من المساحة الموجودة أو الفوليومتريك المساحة الحجمية. بالنسبة للماكسيم الاويبل ديزاين بريشر اللي هو 0.7 بار، يعني مثل التانك اللي قبله اللي هو 0.7 بار. هذا هو الشكل، مثل ما تلاحظون انه مثل شكل حرف B، يحتوي على انسوليشن من الخارج والومنيوم تانك with internal stiffening. يعني التانك من الداخل قد يكون يعني مثلا الألمنيوم هي المادة المصنعة، ويحتوي على أيضا تشوكس. هذه تشوكس هي عبارة عن دعامات توضع أسفل التانك تكون مرتبطة بهيكل السفينة. التانك سي يكون spherical or cylindrical. Design stresses are kept low. يعني عند التصميم دائما الحسابات، يعني بما انه هو سفيريكا او سلندريكال، يعني حسابات تكون تأخذ بنظر الاعتبار بشكل اقل مما تأخذ بالنوع بي. Used for semi-pressurized and for fully refrigerated carriage at low temperature. يعني يحمل liquefied gases at low temperature وتكون semi-pressurized، أو تكون التانك الموجود fully refrigerated يعني مبرد بالكامل. Maximum allowable design pressure is more than 2 bar. Maximum working pressure is equal to 5 to 7 bar. No secondary barrier، ما يحتاج إلى secondary barrier. All the space can be filled with inert gas or dry air. يعني شوف الفرق قبل A وال B، هي فقط بالإنرت غاز، dry inert gas. بالنوع C من الممكن أن يكون inert gas or dry air، normal dry air. Temperature of carrier gas من ناقص 48 for LPG و ناقص 104 سلسيوس for ethylene. يعني
هذا النوع من التانك يستخدم للـ LPG وللإيثيلين، لنقل الـ LPG والإيثيلين، وتحت هذه الظروف اللي ذكرتها. Fully pressurized gas carrier maximum working pressure is equal to 18 bar. Poor utilization of whole volume. هذا النوع هو بما أنه fully pressurized، الماكسيمم وركينج بريشر از ايكوال تو 18 بار، فيكون عندي المساحة المستغلة هي قليلة مقارنة بالتانك A او B. هذا هو شكل التانك C. طبعا التانك C نفسه يقسم الى قسمين مثل ما ذكرت بالسلايد اللي قبله. القسم الأول هو يكون fully pressurized gas carrier، القسم الثاني يكون semi pressurized gas carrier with bi-lobe tanks. يعني التانك سي التايب fully pressurized gas carrier يكون منفصل، مثل ما تلاحظ انه تانكين منفصلين في نفس الحيز، والحيز هذا يملى اما بالانيرت غاز او دراي اير. وبالنسبة للنوع الثاني يكون مدمج ولكن بفاصل، يعني فاصل قطعة بليت فيما بينهم، يعني يكون تانك وفاصل من الداخل يكون مفصول مثل ما موضح بالشكل 3-4 figure 3.4. فهذا يكون الضغط اللي يتحمله أقل من النوع اللي هو موجود بالfigure 3.3. نجي على النوع الثاني من التانك، الميمبران تانكس. اولا هذا النوع اللي هو very thin primary barrier، يعني الثيكنس للطبقة الاولى او الرئيسية المصنع منها التانك اللي هي 0.7 to 1.5 mm supported through insulation inner hull. يعني الـ supporting لهذا التانك يكون هو من وظيفة الانسوليشن، يعني العازل نفسه هو يكون نفس الوقت عازل ونفسه يكون supporting not self supporting. يعني هو ليس يعني لا يعني لا يدعم نفسه بنفسه، وإنما هناك فد عازل يحيط به هو الذي يقوم بعملية العزل أولا، وثانيا يقوم بعملية الدعم لهذا التانك. Always provided with secondary barrier، دائما يحتاج إلى secondary barrier. Both principal types of membrane carry LNG، يعني الميمبران تانك يحمل LNG. Constructed from invar، يعني المعدن المصنع لهذا التانك يتكون من سبيكة الانفار. الانفار هي سبيكة تحتوي على 36% من النيكل و 0.2 من الكربون. هذه هي مكونات الكومبوزيشن لهذه السبيكة، نوع خاص من السبائك يصنع لعمل الميمبران تانك او تصنيع الميمبران تانك. Perlite filled plywood boxes is a primary insulation 200 إلى 300 mm. يعني العازل الموجود عفوا هو من النوع plywood boxes، يكون يحتوي يعني نوع من أنواع الخشب اللي هو يسمى بالplywood اللي هو صفائح الخشب، وتكون الثيكنس مالتها من 200 إلى 300 mm. بالنسبة للغاز ترانسبورت ميمبران، لأنه احنا ذكرنا انه هو عبارة عن نوعين، نوع الأول اللي هو الغاز ترانسبورت ميمبران سيستم، نوع الثاني اللي هو تكني غاز. نوع الأول يصنع من سبيكة الانفار 0.7 mm thickness and 0.5 mm width، العرض مالتها اللي هو نصف متر، وهذه القطع تجمع الواحدة مع الأخرى و يعني
يقوم هناك عملية أو تحدث هناك عملية لحام ما بين هذه القطع الموجودة، وبالتالي تكون لي التانك بشكل نهائي. هذا هو التانك اللي هو من نوع الغاز ترانسبورت ميمبران، يحتوي على هذا هو الشيب هول اللون البني، والرايزنج ادهيزيف، وبعدين يجي عندي البلاي وود اند بيرلايت انسوليشن، وبعدين يجي طبعا انا بديت بالعكس يعني من خارج السفينة الى داخل التانك. هو المفروض نبدي من داخل التانك اللي هو البرايمري انفار ميمبران اللي هو باللون الازرق، وبعدين بعد ذلك راح يجي عندي عازل من نوع البلاي وود والبيرلايت انسوليشن، بعد ذلك راح يجي عندي السكندري انفار ميمبران و ايضا البلاي وود، وبعد ذلك راح يصير عندي الطبقة المحيطة من المعدن، وبعدين الشيب. السبيكة هذه الانفار is used because it's a low thermal coefficient of thermal expansion. ليش هي تستخدم؟ لانه هي بالنسبة للثيرمال كوفيشن اللي هو معامل الانتقال الحراري يكون قليل لهذا المعدن ولهذه السبيكة. plywood boxes to hold perlite insulation، يعني نستخدم البلايوود الخشب لحتى يحمل لي العازل هذا. perlite proceed with a silicone to impervious to water or moisture، يعني احنا من نوضع البلايوود بعد اخر طبقة راح نوضع السيليكون حتى نثبت السيليكون هذا، او حتى نثبت طبقة البلايوود والعازل على السيليكون حتى لا يصير عندي فد عملية، طبعا نوع خاص من انواع السيليكون، حتى ثبت لي هذا العازل ونضمن انه عدم تحريك هذا العازل خلال الحركة. وايضا الفائدة الثانية للسيليكون انه يمنع الرطوبة، مو فقط التثبيت هو منع الرطوبة. النوع الثاني من الميمبران تانك اللي هو تكني غاز ميمبران سيستم. من المميزات primary barrier of stainless steel، يصنع الطبقة الأولى من stainless steel 1.2 mm thickness having raised corrugations to allow expansion and contraction. يعني طبعا صفائح هذا النوع تكون عبارة عن مثل الزجزاج ولكن بنسبة قليلة جدا، السبب حتى يعني مثل المطوية تكون الصفائح، السبب حتى تضمن لي عملية انه حتى في حالة الثيرمال اكسبانشن ما يصير عندي كراكينج بالمعدن، يعني عندما يكون عندي حرارة المعدن راح يتمدد، من يتمدد اذا كان هو عدل فراح يكون عندي، والسبيكة عندي ستينلس ستيل فراح مباشرة يصير عندي كراك يعني فشل بالمعدن، وبالتالي انه يصير عندي عملية ليكينج. بينما عندما نصمم السبيكة هذه او الستينلس ستيل نصممها بشكل مطوي بجزء معين او بنسبة قليلة، فراح يكون عندي التمدد راح ينتقل مباشرة الى هذا الجزء المطوي، بذلك امنع عملية اي ليكينج او كراكينج. Mark 1 type design insulation consists of balsa wood panels held between two plywood layers. يعني إذا التكنيكاز نفسها عبارة عن Mark 1 ومارك 3، يقسم إلى قسمين Mark 1 ومارك 3. Type design insulation consists of balsa wood panels held between two plywood layers. أما المارك 3 Type design insulation replaced balsa wood by reinforced sealer foam. يعني البالسا هي الجزء يصير أعلى التانك، هذا الجزء عندما يكون عندي التانك فارغ فيملأ بالمياه، السبب
حتى يصير عندي عملية بالانسينج بالسفينة، حتى السفينة لا يصير بها خلل بالتوازن، بالتالي يصير جزء أثقل من جزء. فهذه فقط تملى عندما يكون عندي التانك هو فارغ، يعني بدون حمولة عندي، وإنما إذا كانت عندي حمولة فراح تفرغ هذه أو هذا الجزء. Secondary barrier is fiberglass aluminium laminate، يعني يحتاج أيضا إلى طبقة أخرى يعني بعد الطبقة الأصلية، ويكون من النوع fiberglass aluminium laminate. هذا هو المارك 3. طبعا هذا الجزء هو جزء مختص cross sectional area حتى نشوف عندي التكوين التانك من الداخل، انه كيف يبنى التانك. راح نبدأ بالبرايمري ستينلس ستيل ميمبران، وبعدين بعد ذلك راح يجي عندي الكورنال بانل، وبعدين عندي الهارد وود، وبعدين راح يجي عندي الانسوليشن، وبعدين راح يجي عندي ريزن روبس اللي هو مثل ما ذكرنا يشبه السيليكون ريزن بس غير مادة، وهكذا. وأيضا الطرف الآخر نقدر أنه نلاحظ أنه هو يبدأ بالتوب بلايوود، يعني أولا نخلي البلايوود، بعدين البرايمري إنسوليشن لاير، بعدين الكومبوزيت سيكندري ميمبران، بعدين سيكندري إنسوليشن، بعدين الباك بلايوود، وبذلك تكون عندي طبقة التانك مصنعة مكونة من هذا التشكيل أمامكم. النوع الآخر من التانك اللي هو سيمي ميمبران تانك، يتميز هذا النوع بأنه هو يحتوي على primary barrier is much thicker، يعني الطبقة الأصلية هي جدا يعني تحتوي على سمك عالي، flat sides and larger radius corner، يعني تكون السايدز مالتها شكلها flat، والكورنر أو زوايا التانك تكون بشكل شبه نصف دائري أو نصف دائري. self supporting when empty but not loaded، يعني هذا يكون لما يكون فارغ التانك اللي هو semi membrane tank، يكون عندي self supporting يعني هو يدعم نفسه بنفسه مع هيكل السفينة. Corner and edges are designed to accommodate expansion and contraction. يعني الزوايا والحواف لهذا التانكي راح تكون هي مدعمة وتتحمل لي عملية الإكسبانشن والكونتراكشن، يعني زيادة بدرجة الحرارة أو تكون درجة الحرارة قليلة، فراح تتحملها عن طريق تصميم هذا التانك. Designed to carry LNG and fully refrigerated LPG، يعني يستخدم لنقل ال LNG وال LPG، ولكن في حالة اللي يكون يجب أن يكون fully refrigerated يعني مبرد بالكامل، يعني المادة المنقولة بال LPG يجب أن تكون مبردة بالكامل. النوع الرابع من التانك هذا اللي هو الانتجرال تانكس، it's a part of ship's hull، يعني هو ليس من هيكل السفينة، العفو هو من هيكل السفينة، ولكن ليس يعني يصنع مثل باقي التانكيات. البقية اللي ذكرناها هي تصنع على حدة، يعني هيكل السفينة يصنع على حدة والتانك يصنع على حدة، وبالتالي بعد إكمال العملية يتم دمج أو يتم رفع التانك المصنع وتثبيته على السفينة، بينما هذا النوع يكون هو أصلا من ضمن هيكل السفينة. عندما نبدأ نصنع السفينة راح يكون هو هذا من ضمن الهيكل الرئيسي، يحتوي على الـ inner hull والـ side shells، وinfluenced by the load which stressed the ship's hull، يعني هو هذا التانك يتأثر تماما بحسابات الإجهاد اللي موجودة على
هيكل السفينة نفسها. يعني هيكل السفينة عندما نصمم لها حسابات الإجهاد، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن التانكي هذا راح يتأثر بنفس الحسابات هذه. Not allowed to carriage of L liquefied gas if cargo temperature is less than minus 10. يعني هذا النوع من التانك مصمم إلى نقل ال L liquefied gases إلى درجة ناقص 10. أقل من هذه الدرجة ما ممكن استخدام هذا النوع من التانكيات لنقل الليكيفايد غاز. راح نستخدم غير أنواع اللي ذكرناها سابقا. Internal insulation tanks اللي هو النوع الأخير مثل ما تلاحظون يشبه النوع الرابع اللي هو الانتجرال تانكس كشكل، اللي هو البريسماتيك، ولكن من الداخل يكون عندي insulation. عادة الانسوليشن هو يبقى من الخارج، بس هذا النوع يكون الانسوليشن عندي من الداخل as a primary barrier، وبعدين يتجي عندي الانر هول as a secondary barrier. Similar to integral tanks in term of internally insulated cargo, not self-supporting, carry liquefied gas which is below minus 55 degrees Celsius. يعني هذه نقطة جدا مهمة ونقطة مقارنة تعتبر مع الانتجرال تانك اللي هو التانك اللي قبله. ليش؟ لأن التانك اللي قبله يتحمل إلى حد ناقص 10، هذا التانك يتحمل إلى حد ناقص إلى ناقص 55، احتمال أقل أيضا يتحمل. السبب في ذلك أنه وجود الانسوليشن من الداخل، fully refrigerated LPG carrier، يعني يحمل ال LPG ولكن يجب أن تكون fully refrigerated. ليش؟ لأنه المادة المنقولة لهذا في هذا التانك تكون درجة حرارتها كلش قليلة، وبالتالي أي ارتفاع في درجة الحرارة هو غير مرغوب فيه، ولذلك نستخدم fully refrigerated يعني المبرد بالكامل زائدا الانسوليشن إلى هذا الحد. هي نهاية المحاضرة السابعة واللي تعتبر الجزء الأول من الفصل اللي يتعلق بالليكيفايد غازز ترانسبورتيشن.